كاين الحكام اللي كيحكموا هنايا وهنايا الطاوله ما عندها علاقه الطاوله هذا اللي كيعطيها حنا شنو كنعملوا واحد كيكون هنا واحد راه فينا كيشوف بابا واش نزلت تما هنا ولا لا اذا ما نزلتش تما هنا كتنقص هذا واخا انا تنحسب لك ثلاثه واخر ضرب ما تنساش تما سبعه ثمانيه سي عبد الرحمن وحتى يجيبوها ونشوفو اسم جمعية نادي أبطال كما وعدناكم البرنامج ديالنا احنا ماشي به اللي وعدناكم به في نادي أبطال في الطابولة غي كنقول احنا واحد بلعد الكلام سمعنا مع المجموعة الناس اللي عندهم المعارضة من أجل المعارضة الناس جمعية نادي أبطال الهدف ديال المراسل هو انهم يستافدوا ما عرفتش ملي حنا نهار كاع ما كنعملوا غير اللي بغى ينافسنا ينافسنا في العمل وكنقول لهم انا ويتحاشموا معنا هاد الناس هادو ويشوفوا التضحيات اللي كنوضوا بها حنا الهدف ديال المراسل هذا هو نعملوا التحفيز لهاد المدينه اللي كانت معروفه مدينه تطوان بالرياضه مدينه تطوان كانت معروفه الحمد لله كانوا عندنا هنا ابطال لا من ناحيه السكت الملاكمه ولا من ناحيه السيكليستات ولا من ناحيه ديال الجمباز عندنا ابطال هذه المدينه هذو خصنا نحافظوا على ديك الابطال حتى حنا في هذا المنتدى نحاولوا نجعلوا هاد الشباب اللي خشوا واحد اللوبي اللي خدام بالليل والنهار اللي خشوا في شد الشباب ديالنا بهذه المدينه وبالوطن ديالنا بالمخدرات ويهمشوا حنا كنحاولوا نعملوا المجهود ديالنا ويبقى الكلام مع الله سبحانه وتعالى ان نشجعوا نحفزوا الشباب على هذا الرياضه هذا لان كنشوف واحد المجموعه الشباب الحمد لله كانوا دخلوا معنا في الرياضه كانوا محاربين والحمد لله رجعوا الطريق وتزوجوا وشربوا الطريق ديالهم كنقول لهم انا كيما كانت هاد الرياضه كي كتدعي لنا الانسان بحال اللي كتدعي انه واحد بحال ما تقول اجي نتجمع تصلي والدين ديالنا كيوسع على الرياضه راه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وكاين في الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم السباحه والرماح احنا الرياضه عندنا في الدين ديالنا الانسان المؤمن القوي ماشي هو الانسان المؤمن الضعيف وباش ماشي نتقوه هو هذا الرياضه رياضه الشباب حاولوا نحفزوا الشباب الحوم ديالنا وهذا هو اللي كيشجعنا باش نشوف هذه الرياضه وكنضحيو بالوقت ديالنا وبالواقع عندنا واحد بن عشطاين كنشوف كيف كيعيطنا الرئيس الهواري الله يجزيكم بخير هو السبب ديالنا في هذا الشيء هذا هو الواحد انا النوادي اللي كنعيطوا النوادي السيلفي اللي كيمشي ياخذ 5000 درهم كيمشي الناس هادو ما عندهمش المحبه للرياضه انا كنقول نعاود لا هو ما ديش معاه في السبعينات
الدار ديالو كاع باش يعمل نادي باش باش الشباب يتريدوا عندك ما عندكش يدخل تتريد والله العظيم باش يقولوا وانا شاهد شاهد على الدنيا وفي الاخير باع الدار ديالو ومشى عمل النادي ديالو باش ما يبقى يقول له حتى واحد شي حاجه ما عندكش يدخل تتريد المهم الهدف ديالي هو الشباب يتريدوا واش حد الابطال واش سي عبد الرحمن تبارك الله بالبطل ديالنا الوطني إذا بدا تخرج لي بطل واحد هذه النوادي اللي خصنا نشجعوا عليها النوادي اللي في الاحياء الشعبيه والدليل على ذلك هما ابطال عالميا ابطال عالميا باين تخرجوا غير في الميطان غير في النوادي العاديه الناس بالفلوس عمرهم ما كيخرج شي بطل ولا باس عليه ممكن بطل خرج غير من نوادي عاديه واحد مجموعه ضد الابطال اذا نحاول الله يجزيكم بخير ركزوا على هذه الرياضه وحاولوا الشباب الاصدقاء ديالكم دعوا من هذه الرياضه وبالاخص في الاماكن الشعبيه والهدف ديالنا مو غير القياده هو انا كنقول لكم والله العظيم هو نشجعوا الشباب على الرياضه اما ديك الناس اللي كدار دار ما عرفش اللي ولا ما قالوا كنقول لهم انا المعارضه هذه الناس المعارضه من اجل المعارضه ينوض يعملوا شي حاجه الا مشوا في العالم هنا دابا نقول لكم واحد القضيه اليوم كتعنا بطوله ديال طوطال كونتاك وحنا مسؤولين فيها في المكسب لا بد نحضروا حضروا معنا تقريبا 13 المدن ومشينا للمضيق وحضرنا ونضنا بالمهمه ديالنا وقلنا رغم هذا الشيء هذا عندنا حبه العصفين وطلعنا من هنا احنا معاكم ان شاء الله وماشي نبقاو مع الشباب ديالنا والابطال ديالنا احسن احسن فينا ان شاء الله بحول الله دابا هذا كيفاش ميسر اللي كيحسن صافي التكرار تزيد كاين الحكام اللي كيحكموا هنايا وهنايا طبعا هذا علاقه طبعا هذا اللي كيعطيه حنا شنو اللي كنعملوا واحد كيكون هنا واحد راه فينا كيشوف بابا واش نزلت من هنا ولا لا اذا ما نزلتي حتى لهنا كتنقص هذا واخا انا تنحسب لك ثلاثه واخر ضرب مثلا شفت من هنا زعما ضرب ثلاثه ولا اربعه ديال المرات مثلا شنو هنايا كيتنقصوا له ما طولتي شي يدك كيتنقصوا له اذا عليتي راسك في البانكيو كيتنقص يعني ما عليتي شي 100% وما نزلتيهاش هنا لا اربعه ولا خمسه النوبات من 30 كتبقى لك 25 الطاوله ما عندها علاقه الطاوله الحاكم كيعطيها الحكام كيتجمعوا كيعطيونا حكم واحد مكلف على شي حاجه شكون اللي مكلف هنايا خالد هو اللي مكلف بالمجموع كيعطيهم الطاوله يعني اتفاق الحكام اللي حاضرين هنا كيعطيو اللي مسؤول على الحكام هو الاخ غادي يلا الاخوان اخر 65 يجيو اخر 65 دابا ماشي عندي الاسماء اللي قبل 75 مزيان اذا يسخنوا يسخنوا من دابا الوزن اخر من 75 كاين محمد السريع يونس الحضري سليمان زياد عبد الله البراء ادم الموسم اسامه محمد هادو إذا يسخنوا شوية بيقول باش يفتحوا شوية الوحيدة. والإخوان ديال 65 يمكن يجيو دابا يحضروا معنا. ياسين بن الأمين ياك. ما راه ياسين بن الأمين مازال مازال راهو كيسخن. الدار الثاني. كاين راه ياسين. ياسين. Yeah, look! Yeah, look!
20 21
بالنسبة للأخ سليمان كيلو 30 بالحق 10 على فيهم راسه، حنا شفنا تعني هذا الراس بلا شعور ما كيفطنش. حنا دابا في الأول اللي ماشي على راسه ماشي نقولوا له عاد نكملوا على الدفع ديالو باش ما يدعش يجيب 10. دابا خرجنا الحكام لجنة التحكيم خرجت تجي بزاف ما تلقاش 10، حنا عملنا له غير 5، لقاسنا غير 5، خلينا 27 بالحق. علاش كنقول دابا باش اللي على راسو راه ما تحسبش لي، انا قلنا في الاول اللي على راسو في الاول قلت مثاليه تلاقي يدك وفر صدرك رد عليا الساعه هادو ما كيديروا لك شي واحد صافي عبد الله بلا واحد ايوه 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 اي
عاود عاجل شوية راسي. جا 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 يا Allah 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 Allah
هنا بين الاخ الاستاذ عبد الرحمن وابو بكر الزرقاني وابو بكر البرا. شوف رغم احترام الاستاذ ما بغيتيش تفوتو حتى انت وصلتي حتى 27 مقطتي جيتي حتى الفائز. علاش؟ لان الوزن ديال 77 هو الوزن ديال 81. انا عرفتك بغيتي ما بغيتيش تفوتو ديالي انا كنعطيها له الله يعاونو صحته. باش ميتساويش شي يقولوا 70 كيلو انا كنخدم بها كضرب بها وحده ولا سبعة عشرين
20 ثانية. زيد أسامة. 20. زيد أسامة. Thank you.
عندنا واستقاموا دابا كنحاولوا السلطه وكنجدوا السلطه ولا الجامعه تحاول تتعاون مع هذه الجامعات، وكذلك كنقول من هنا السلطه الوصيه ولا الحكومه تحاول تلفت النظر ديالها من هذه الرياضه، ما بقاش غير كره القدم، حتى حنا يعني هذه الرياضه عندها دور عندها اهميه، واحد المجموعه يعني الاكراهات كنبغيو نمشيو عادي بهذه الرياضه بحال هذا الاكراهات. حنا كنطلبوا من السلطه ومن المسؤولين ديالنا يحاولوا واحد الالتفات على هذه الرياضه. حنا تقريبا واحد العامين 3 سنين في ظروف كورونا وديال كورونا، يعني شدوا لنا النوادي ديالنا، وبدينا حنا كنتصور الانسان كيخلص يعني بحال دابا حنا الدوله في الدوله كتجبرك السلطه وزاره الداخليه كتشد لك وكتجي وزاره الماليه كتقول لك خلص لي الضرائب، ما يماشي حنا نخلصوا هاد الزياده وحنا تقريبا عامين وحنا 3 سنين وحنا مشدودين. يعني كنطلبوا من المسؤولين ديالنا يحاولوا يعملوا التفاته من هاد الرياضه. السلام عليكم.
No.
betray your love.